هقولك في الفيديو ده تشتري مضرب النسكافيه ده ولا مضرب النسكافيه ده. يلا بينا. لو انت بتحب النسكافيه وبتحب الرغوه بقى اللي بتبقى من فوق واللبن بقى المكثف بقى اللي تحطه كده من فوق كده يعمل وش يا باشا والكلام ده، فانت اكيد دورت على مضرب نسكافيه حاجه زي كده. حاجه حلوه جدا جدا تحط النسكافيه وتقلب يا باشا بيه يا باشا يعمل لك وش يا باشا بعد دقيقه ولا دقيقتين، يبقى حاجه عظمه جدا جدا. فاكيد انت اشتريت ده في يوم من الايام، وده على فكره مش وحش خالص على فكره، ده كنت جايبه ب 15 جنيه، ولو انت جيت بصيت هتلاقي ان سرعته جامده جدا جدا وليه صوت تمام وكل حاجه وبحجرتين. طبعا الحجر هنا طبعا متعضعضه وانا اصلا مبوظه خالص علينا يعني. وهتفكر انت كده ايه امتلكت الدنيا بما فيها، ولكن سمعت ان في واحد ايكيا بتعمله ب 35 جنيه او بالظبط 39 جنيه زي ما موجود كده عندي هنا كده في الفاتوره ان هو ب 39 جنيه بالظبط من ايكيا. كنت عامل انا كده فيديو تعمل ايه في ايكيا ب 20 جنيه او تعمل ايه في ايكيا عموما لو انت عايز تروح ايكيا، يعني هتلاقي الفيديو ده تحت في الديسكربشن هيعجبك جدا جدا يستحق المشاهده يعني. وبصراحه كنت مستغلي المضرب ده جدا جدا، فكره ليه ادفع في مضرب 39 جنيه يعني، ده كان عليه كمان خصم يعني، اكيد قبل الخصم كان اغلى كان من 39 جنيه، فايه يعني الفرق ما بين اللي ب 15 جنيه واللي ب 39 جنيه بعد الخصم يعني. فتعالوا بقى اوريكم ايه الفرق. هنجيب كوبايه، نجيب شويه ميه، تمام. هتجيب اللي ب 15 جنيه شغله، صوته باين جدا جدا، نحطه بقى في الميه، هو ده اللي بيعمله بس خلاص كده. القوه بتاعته قلت جدا جدا، بدا يبطا، ما بقاش ليه اي لازمه حرفيا. فتيجي تطلعه صوته يرجع تاني، تيجي تحطه خلاص هو بدا يبطا خلاص، وحطت الحجره جديده وكل حاجه حرفيا جديده. عشان من الناس بس ما تقولش تحت في الكومنت الحجره فاضيه والكلام ده، لا الحجره تمام وكل حاجه تمام. فبقيت مع الوقت ما اعتمدش عليه في الفيديوهات، ما اعتمدش عليه اصلا في حياتي عموما يعني، وركنته على جنب لحد ما جبت بتاع ايكيا. وقلت اكيد مش هيبقى فيه فرق كبير جدا جدا منه، ولكن الفرق يبان اصلا من الصوت. بصوا اكيد الصوت باين، الفرق يبان بس حرفيا من الصوت، وهيبان كمان اول كمان نحطه في الميه. بصوا بدأ يتهز في ايدي جامد قوي. استنى 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 كابتن استنى، الو جامد قوي قوي حرفيا. تعالى نعمل تجربه ثانيه بس وانا ماسكه صح. اكيد الفرق باين مش هقدر اتكلم اصلا، معلش بس عايز اشوف بس الفرق تاني يعني. انت شفته اكيد ده ايه اللي حصل له، تعالى نشوف ده كده. صباح الفل صباح الفل يا صاحبي. وانا والله برضه يا مضرب تعبان قوي قوي. انت بتتحط يا باشا جنب اخواتك جنب الخرده، انت مالكش اي لازمه في الحياه. بعد ما استعملته عرفت فعلا هو ليه ب 39 جنيه. فاكيد انا حليت لك معادله تجيب اني مضرب نسكافيه ده ولا ده، ده قدامك ب 15 جنيه وده قدامك ب 35 جنيه، فاكيد انت شفت الفرق بتاعهم ايه، وانت اللي تقرر بقى تجيب ده ولا ده. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه بيكون نادر على فكره. وتابعنا على الانستجرام والتيك توك واليوتيوب لاني بقدم هناك عظمه قوي. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.